عندنا نجمة الحقيقة السنة دي في رمضان مختلفة، يعني نقدر نسميها نجمة رمضان لهذا العام، لأن هي مقدمة الحقيقة أكتر من دور وبطريقة وبحضور كبير، وهي دايما بتحب تغامر وتحب تقدم شخصية وتروح لشخصيات ما قدمتهاش قبل كده، وتروح لمراحل عمرية عندها بمنتهى الشجاعة وتقدم بشكل كبير وتفاجئنا، وهي كمان تستمتع وتمتع جمهورها. بتكلم عن النجمة الكبيرة هالة صدقي اللي بتقدم شخصية صفصف، وهي طبعا والدة جعفر العمدة الفنان محمد رمضان، ومشاركتها مهمة جدا في المسلسل لأن هي عاملة الحقيقة طاقة حلوة. كمان عندها دور مهم جدا في سر الباتع، نفس الطاقة ولكن بطريقة وبأداء مختلف. هي دي هالة صدقي، مش جديد عليها، دائما دائما تفاجئك وتقدم إبهار كبير قوي. الفنانة هالة صدقي، خليني أمسي عليها وأقول لها مساء الفل. أقول لك يا صفصف ولا أقول لك إيه؟ بس مساء الفل يا هالة. مالك يعني بجد أنا مش قادرة أصدق أنت ما تخيلتكيش في الشخصية دي أبدا. ولا أنا والله. يعني لسه بقول عندك من الطاقة والخبرة، رحت لها إزاي؟ بلبسها، بالشيشة، وبعدين هي مش ثابتة، يعني شوية تبقى لطيفة وبعدين تقلب عليهم، يعني هي الشخصية كمان مركبة. هي الشخصية النرجسية كده. أيوه. هي شخصية نرجسية وشعنونة شوية. لكن واضح انها لما فقدت عبد الجواد حصل لها حاجه، يعني اتلبست. ايوه، من عبد الجواد هيفضل عامل لها اللبس ده. بالظبط. طيب انت يعني انت طبعا محمد رمضان موجود فنان كبير وله جمهور، لكن الحقيقه المسلسل كله نجوم، يعني علاقتك بالزوجات بقى والشابات اللي موجودين دول، يعني انا شايفه انه المشاهد كلها مشاهد جماعيه وكلها طاقه ايجابيه، كلها تمثيل رائع. لا، هو المجموعه الحقيقه الكواليس كانت عظيمه جدا، واحنا كلنا حابين بعض لاننا قضينا مع بعض 4 شهور 5 شهور مع بعض. فالكواليس كانت لطيفه، والا ما كناش نستحمل ان احنا نشتغل بال 17 و18 ساعه في اليوم. طبعا. يعني احنا تعبنا قوي، يعني انا تعبت، كان في استهلاك جسماني جامد جدا لينا كلنا الحقيقه. أكيد. فقلت يا رب يعني مجهودنا ده يجيب فايدة، الحمد لله. أنا شايفة يا هالة على السوشيال ميديا الناس كلها مدلعاكي ونجمة رمضان، والناس الحقيقة عاملة لك يعني تعليقات كتيرة جدا يعني. الحمد لله. طيب عايزة أسألك على حاجة، يعني أنا متأكدة إن الصورة في جيبك دلوقتي، الصورة اللي بتطلعيها لنا كل يوم دي. صورة عبد الجواد اللي أنتِ ماسكاها، مين صاحب الفكرة دي؟ الصورة اللي معاكي على طول. محمد تاني طبعا. هو ان انت تفضلي تطلعي الصوره وتسرحي بقى معاه. طبعا هو موجود قاعد معايا وشايفاه وعايش معايا عبد الجواد. طب انا عايز اعرف يا هلا، من البدايه لما تم ترشيحك يعني او طلبوا منك انك تكوني موجوده، قولي لي بصراحه، ترددتي ولا قبلتي ولا خفتي ولا فكرتي، يعني الحال كان عامل ازاي؟ هو في الاول خالص محمد تاني دايما انا بقول انا عايزه اشتغل معاه. ليه؟ لانه الممثلين دايما بيبقوا في احسن حالاتهم معاه. فانا عايزه اعرف اشمعنى ليه؟ فالحقيقه كلمني، كنا في الصيف لسه، وقال لي بصي انا عندي فكره كده، لسه ما حتى كريت ما كتبش. بس انا عمال افكر في الشخصيه، مش شايف حد خالص غير اختي. لكن هي ام جعفر ولو اخ كمان اكبر. ايوه. احنا عندنا مشكله في السن. فقلت له انا شخصيا ما عنديش مشكله خالص. انت معديه الحكايه دي من زمان يا هاله، ما بيفرقش معاكي. وبعدين احنا ممكن المكياج يحل اي مشكله. صحيح. يعني انت مثلا في عفاريت عدي علام كان الجسم تخين قوي. صح، وشعرك كان كبير وانا وشي رفيع. فعملنا فيلر انه تخنت الخدود علشان يبقى لايق على الجسم.
صحيح. احنا هنا عملنا ميك اب، عملنا تغيير في هتلاقي فيه كرمش عند العين، يعني حتى لو هي محتفظه ببقيه جمال لكن في اثار الكبرى عليها. ايوه. علشان حتى اللغد، يعني عملنا لغد، هو انا عندي لغد اوريدي بس كبرناه. ايوه عشان يعني تدخلي في الشخصيه دي. علشان ابقى عشان احمد فهيم. ايوه. طب قولي لي يا هاله. يعني رمضان صغير في السن لكن هو في المسلسل لا كبير. طبعا ما هو حتى عنده شيب وكبر وما هو ده واضح يعني. بس قولي لي المنافسات بقى ما بينك وما بين رمضان، يعني عندك مشاهد كتير معاه، عندك مشاهد كتير مع باقي الفنانات، كلميني عن الكواليس عامله ازاي. انا عارفه خفه دمك وعارفه طبعا يعني مشاهد ممكن تبقى عامله ازاي في وجودك يعني. لا هو الحمد لله انا في كيمياء بيني وبين رمضان قويه جدا، وكنا بندي لبعض. احنا لسه في مشاهد ماستر سين بيني وبينه. مشاهد حقيقي حلوه. يعني ان شاء الله تعجب الناس. عارفه انا عاجبني ايه في شخصيتك كمان؟ انه انت الشخصيه طالعه مكتوبه بطبيعتها، يعني مش عاجبها الزوجات دول بكل ما فيهم اللي اهلها ايه واللي عملوا ايه. فانا شايفه حتى انت كمان اضفتي من ادائك اللي هو شخصيه ما بتشيلش جوه، يعني اللي هي شايفاه بتقوله على طول. ما فيش فلتر. الست ما فيش فلتر اكيد. وبعدين هي طيبه، في ناس قالوا لك صوتها عالي، لا ما هي مش في دايما. وهي الست لما عادة لما بتبقى من غير راجل بتحاول تداري ضعفها بالصوت العالي. صحيح. وهي اساسا من حارة، وابوها تاجر وتجار، ويعني عبد الجواد لما مات هي موجوده واقفه، فطبعا ست طبيعي صوتها كده. ايوه خلاص تعودت على الاداء ده. طيب انا انت لسه بتصوري مش كده؟ ما خلصتيش؟ خلصت الحمد لله. فانت كده بتستمتعي مع المشاهدين وبتشوفي الحلقات وانت بتتفرجي بقى، مصدقه صفصف؟ مصدقاها قوي يعني حاسه. ولا بتقولي انا عملت الدور ده ازاي؟ لا مصدقاها قوي لاني انا عندي النموذج ده، انا عندي واحده صاحبتي بالتركيبه دي. لكن انا ده المسلسل الوحيد اللي لما بيتعاد حابه اشوف الحلقه تاني. بترجعي تتابعيها تاني. طب ده شيء كويس، يعني معناها ان انت راضيه تماما عن الاداء بتاعك. قولي لي يا هلا عندك وقت بتتفرجي على الدراما على مسلسلات تانيه؟ لا خالص للاسف. ما عندكيش وقت طبعا اكيد. لا انا مركزه مع جعفر تماما يعني. خلاص انا عموما يعني سعيده اولا لان انت دايما بتحاولي انك تبقي مطوره وتروحي لادوار احنا ما نتخيلش ان انت تقدميها. يعني السنه اللي فاتت كنت نصيره للمراه، السنه دي انت قاعده بتقدمي دور كوميدي مختلف، وده بقى تحدي ما بينك وما بين نفسك انت اصلا كفنانه. بشكرك جدا، كل سنه وانت طيبه ودايما متالقه ودايما منوره شاشه التلفزيون، ورمضان بيكي بقى حاله خاصه. كل سنه وانت طيبه. زي ما قلت لكم كده احنا بنتفرج الفنانين عندنا مهم جدا كمان هو يبقى مقتنع وحابب الدور لان هو جزء من نجاح اي عمل. هي فكره كمان انه كل الفنانين يبقوا حاسين ان هم بيقدموا حاجه حتى وان كانت اجتماعيه بسيطه بس توصل للناس كمان بمنتهى الصدق.